دي خليه عليها كان مش نحس كل أول المعلومات كلها تقول يصدق فقط. يعني أنا ما عشان ضيع وقتنا مثلاً سبت في غاية مثلاً في سنة الميلاد أو بداية المسيرة الفنية ما عادش عنا مشاكل لو تم تخريب أي لو تم تخريب مقالة في الكتاب العربي ممكن تاخذ وقت في الكبانات لأنه لما يتم تخريب مقالة عادة بتأثر على مش فقط الكتاب العربي بتأثر على الإنجليزي وبتأثر على الفرنسي وبتأثر على أكثر فبيتم مكافحة التخريب بشكل أسرع يعني استرجاع إذا تم أي خطأ تم أي تعديل. إيه مشكلة التعارض بين النص وبين المقالة؟ ما هي هاي صارت مرات انه بيكون النص ذاكر مثلا الشخص مثلا عايش لحد الان القارئ بيحكي انه توفى المقال بس اسهل تعديلها انا بدي لو هو توفى تلقى المصدر مثلا في ويكيبيديا اسهل لك تصلح المعلومه لانه عندك المصدر تاخذه وتغير مع الاسهل مش تقارن اكيد اسهل. في نقطه هاي النقطه طبعا اغلب المستخدمين جاهلين بهي النقطه ومش عارفين عن هاي النقطه. الفكرة الرئيسية إنه كيف بدك تجيب بيانات تظهرلك مباشرة شو اللغات يعني تكون دائماً أو شو اللغات اللي أنت بتحب تعدل فيها تماماً تقول بيانات ببساطة طريقة إضافة اللي هو Public User Information صفحتك كل بيانات مجرد ضفت شو اللغات اللي أنت بتعرفها راح تلقائياً لما تفتح الصفحة الأيتم تبع لو بيانات لأي مادة راح تظهر لك اللغات اللي أنت مختارها أصلاً بصفحتك حتى اللهجات كيف تعرف الاجهزه من المقال في لو دخلت على القالب اللي هو الكامل هذا نفسه على لو حط على ويكيبيديا تيبل راح تعطي كل اللغات شو الرموز اللي خاصه فيها يعني انت تدرس مصري ومصري انا اللي بشتغل عليها مثلا المصري حتى الاكثر المصريه موجوده كثير معناها هذوما اللي انا بشتغل عليهم في هلا انا تعالى انا بس حاط العربيه والانجليزيه وحاط الاسبانيه مثلا لا لا هذا يعني مثال مجرد هذا مثال نشتغل عليه بس انت ممكن تحط مثلا مجرد مثال مجرد مثال الايزو كود الايزو كود كلهم عندهم ايزو كود بما انهم عاملينهم ايطاليا او البيانات لانه ما عملتش ايطاليا لالجيريا وتونسيا الا يكون لها ايزو كود. الفكره برضه انه بيرتب لك اياهم حسب الترتيب انت مثلا انت حاط اي ار ان يعني نيتف عربي يعني مش بتحط العربي الاول لما تحط فرنش الفايل طبعا بيرتبهم بالترتيب يعني هذه الفكره معناها يعني كثير ناس ما بيعرفوش عنها يعني لو فتحت لك بيانات الخاصه باي تايم من حسابك الشخصي ممكن تظهر لك لغه واحده اللغه اللي انت مستعمل فيها المتصفح مثلا المتصفح لغه المتصفح بس هلا انا كعلاء مثلا لما باجي بعدل اي تايم لك بيانات بعدلش بس بالعربي يعني بتلاقيني فمثلا بضغط عربي وانجلش وبختار كمان لغات ان انا بدي اعدلهم خلص بضغط اديت وعدلت وبعدلهم مره واحده بديش اضل اغير لغه المتصفح عشان تفهمني؟ يعني بيتعرف على اللغات بس يعني انا بديش يطلع لي بس اغير متصفح الانجليزي يعطيني انجلش اغير الفرنسي يعطيني فرنسي هذا التواجد مثلا حاليا لو في ويكي العربيه قديش من رابط موجود على ويكي بيانات هذا تغيير في 2016 طبعا كان اخر شيء لا هذا نسيت نغيره بس هذا جميل 16% فقط ما عندهمش روابط باللغات الاخرى المجهود بتاعنا في هذه المقالات اللي في ويكي عربيه اللي مش موجوده في اللغات الاخرى لانه انت راح تدخل معلومات في ويكي بيانات. المشاريع الشقيقه. هاي هذوما الروابط المشاريع الشقيقه يعني الانجليزي الفرنسي الباريسي هذوما موجودين. تخيل انه في عندنا عدد التايمز العربيه يعني مليون ونص مقابل موجود 950 الف مقاله وفي تصنيفات مقابله وما الى ذلك. اوكي. ايش تغير المعلومات؟ لو انت مثلا المغرب هي مملكه في شمال غرب مثلا افريقيا ولا شيء من هذا فما طريقتين الاولى كونك تدخل ويكي بيانات للصفحه اللي تحضر وتعمل تعديل فوق وتجي لهنا وتغيرها البيانات تكتب هون البيانات. الطريقه الثانيه كونك تحاول مثلا في الاسم تنشئ مقاله في ويكي العربيه والا تغير الاسم في ويكي العربيه تعمل نقل المقاله المعلومه راح تاخذها وتمشي بالويكيبيديا. واحد الملاحظه اتوقعت بالتعديلات للويكيبيديا هناك حسابات يعني ليست موجوده ولكن حسابات تقوم اوتوماتيكيا باضافه ديسكريبشن. هناك ادوات كثير في ادوات في الويكيبيانات ادوات حاليا صارت سيجن ففي اداه اسمها عندما تشوف اوتوماتيك اديشن الادوات شو الادوات شو بتعمل؟ انت لا ترى ذلك ايضا ما انا ما هي لان الادوات اسمها اوتوماتيك اديشن مثلا اذا انا هذا الشخص مثلا شو هي معناها بالفرنسي؟ يكتب الماني كاتب الماني
بل انا مش شرط انه كاتب الماني بكل اللغات دائما بدي انا اترجمه خلط، مع انه ممكن كاتب الماني ممكن تكون مش لشخص واحد، في كثير اشخاص ممكن يكون كاتب الماني. فانا بس بعطي الاوتوماتيك اديشن هذا انه كاتب الماني باللغه العربيه هو بيكون محفوظ منه اصلا، معنى كاتب الماني بكل اللغات الثانيه، مجرد اضغط اد بضيفه كل اللغات كاتب الماني للمقال. لو انت هذا سهل هناك شبيب للعرب في يعني ثلاثة انا زي شبيب مثلا مليون ومليونين في ناس تعديلات كله بس كويكي ستيت مسموح؟ كويكي داتا كان مسموح في البدايه، حاليا صار في زي ليميتيشن لما لقيوا انه الناس صارت تعمل تعديلات بعدد كبير اللي يسمحوا لك تعمل عدد تعديلات محدد في اليوم يعني، وهي اللي حاطط طول بتوقف لو جواز عدد التعديلات لانها بتصير بتحسب العلم بتصير احصائيات. هلا بالنسبه للاشخاص للمجتمع انه هو بيقول لك انا اذا يصير عدد التعديلات 7 مليون احسن، بس هو بيعرفش انه لما يصير عدد التعديلات 7 مليون بصير في كثير ليميتيشن على حسابه، ممنوع يغير اسمه، ممنوع 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 ممنوع، لانه تغيير انا يعني تغيير الاسماء صار فيها كلام كثير، يعني في شخص يغير اسمه 7 مليون فحكوا له لا، يعني 7 مليون تعديل عندك على ويك بيانات عملت كلها بشكل الي انشئ حساب جديد، و7 مليون بالنسبه لقاعده البيانات لو بدهم يمنعوا كل التعديلات شخص جديد ممكن تنهار ببساطه عندهم منعوا، يعني بتصير ليميتيشن كثير، مش زياده عدد التعديلات مش شيء لطيف لما يكون بس هبل يعني. اعطيهم مثال هذين التعديلات اللي عم بفكر معكش مذيع في تونس واعلامي في تونس عملوا له الصفحه نتاعه مقال اليوم، فهمت؟ لقيناه مثال الصفحات دي شنو نوعيه باش ندخلوا البيانات على ويكي بيانات للشخص هذا. الصفحه تو في ويكيبيديا العربيه اليوم موقع انشائها ما فيهاش معلومات، لو تدخل قالب معلومات تلقاها فارغ تمام بالكامل. راح نضيف تو البيانات الموجوده. من يريد؟ احنا الان احنا راجعين له هاي وقت الشخص تم انشاء اليوم اللي هو شخص تونسي وجبناه بالصدفه اي الصدفه بعد البرزنتيشن شكله اخر هاي ليش مش ولكن بمجرد رقم على وقع انا ممكن لكن مش موجوده باللغات الاخرى هذا المقال شخص انا علاش قلت لك التركيز بتاعنا في معنا في المجموعه العربيه كانوا نشتغلوا على الايتمز على الصفحات في البيانات موجوده فقط باللغه العربيه، لانه مش يجيك شخص من تشيلي ولا من المكسيك يقول يقوم بالتعديل هذا، لازم احنا لو هي مدينه قريه في تشيلي ولا في بوليفيا عارف في شخص ممكن بعد اشهر يمر عليها. مش جامعه اللي تسمى بالمولتي لاتيني الفرنسيه والالمانيه اكثر مجتمعات. شنو ما فهمتش؟ السؤال اللي الويكي لازم تكون عرب حاضر يساهموا يعني في الويكي لازم شو اللي مجتمعات خاصة حضورهم يعني لما نعطيك القائمة بعدين بعد ما هذا عرض الشرارة يعني وقفته ولا بعد لأنهم تحدث أونلاين عمل تعليق أونلاين هاي عندك عندنا الرابط أو لا شو أنشأها مع الويكي لحظة فين اعرف ندخل ويكي بيانات اعرف كل لغه راح تلاقي على الموجود قسم الادوات كل لغه راح تلاقي قسم الادوات هون موجوده باي ديفولت للجميع اللي هي عنصر ويكي بيانات للجميع مثلا بالانجليزي راح تلاقي ويكي داتا انفورميشن مكتوبه لو ما لقيتهاش موجوده يعني بكون اصلا مش منشا من الويكي بيانات الخاص فيه لسه اصلا يعني هلا الانترنت طبعا هو بس احنا مثلا بمجرد ضفنا انه تونسي شفت حدثنا ثواني بس عشان مو بكل كاش مو بالفعل بكاش بس خذ بالنسبه للواي اه شايف لا هو بطل معي احنا هو الشخص هو قال غلط اصلا يعني معلومات تمام يعني احنا ضفنا المواطن اذا ضفت تونس لنا هلا انا بنجرب الابلكيشن بس بالطبيعه مثلا السعوديه البرزنتيشن تمام اوكي شايف شايف هون احنا نعرف اللي هو ذكر ونعرف اللي المهنه بتاعه مذيع بالمعلومتين هذوما في المهنه في صفحه ويكيبيديا الان مش تظهر لك اللي هو مذيع لو كان في ميل مع الانفا الموجود راح تظهر لك مذيع لانه احنا ترجمنا المهن ترجمناها تأنفنا المهن موجود على ويكيبيديا ويكيبيديا مثلا المرايتر اوكي مرايتر كيف ما انا متزوج او متزوج ما بعرف انا متزوج مكتوب في المقال متزوج مكتوب مرايتر
العبر هاي الثلاث بقى واربع بيانات اللي قمنا بكتابتها، يعني انا ممكن افرجيكم مثال. احنا رويا وصلنا ببيان ان حطينا تونس ومذيع، بس هذا مثال يعني سريع لحد الان ما نشرناهوش للمستخدمين يعني، بس لو يعني بس كيف بكتب كلمات بسيطه مع ماده معايير اصبح الانشاء كمي. شوف كيف يعني مثلا بكتب انا هيك مستخدم، طبعا انا الانشاء عن طريق شكل شخص صفر باخذ بس مادة تويك داتا الخاصة فيه وبحط هيك، هلا بدي اظهر معي مش راح احفظها يعني. يعني في اي يعني استطعت انشئ يعني طبعا مو طلعت انا بلعب عنوان عنوان الصفحة على الملعب، بس انا ببساطة يعني قدرت انشئ هاي المقالة الكلمات هاي البسيطة. طبعا يعني انا ما ضفناش بيانات لسه على ويك داتا، لو ضفت تاريخ ميلاد وتاريخ راح يطلع قبل القوس بعد القوس، لو ضفت بيانات ثانية يعني وين بيشتغلوا الامور يعني. فاحنا قدرت تنشئ مقالة من شايف انا يعني من غير ما اكتب ولا شيء تقريبا، يعني لو ضفت الكود ومادة ويكي بيانات العنوان بس. هذا الرابط ويكي بيانات هذا اللي هي التايم الاي دي تبع التايم. طبعا هذا الشيء حاليا صار متوفر بشكل رهيب يعني للافلام برضه متوفر، بس لسه في ليميتيشن انه احنا متخوفين من فكره انه يصير انشاء كم من المستخدمين، لانه احنا بدناش المقالات كلها تكون بهذا الاسلوب، انه مثلا خلاص مذيع من تونس او مذيع تونسي، حتى لدرجه انه الانشاء اليدوي مثلا تلاحظوا انه مذيع من تونس، لانه راح تكون صعب نخليها تطلع تونسي. هذا على مستوى احنا كافراد، على مستوى البوتات انحلت المشكله كيف كان جنسيه. انا كمان بنشئ بس الامور بس هو متخصص يعني ما بينشئش مقال بنفس النمط هذا مذيع من تونس، هو بيظهر مقالات مثلا بيختار المقالات اللي لها بيانات كثير، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاه، بيشتغل وين، نشرت في انتخابات، يعني بينتقم لو لقيته بينشئ مقالات زي هيك لا، يعني هو بيعرف انه احنا متفقين هذا الاسلوب بالشكل كلمتين هدول لا، يعني هذا احنا لازم يكون في احنا محددين لازم يكون في تاريخ ميلاد او تاريخ وفاه ومدينه الميلاد ومدينه الوفاه. يعطيني مثال بالعشوائي، انا اليوم يعني انا اليوم مثلا شو لا انا جربت اليوم مع المقاله هلا بعض اجيب مثال اللي هي مقاله فريده بفرجيك كيف مش اجيب هاي المقاله مش اجيب؟ لا انا كتبتها وانا في المقاله يعني فإذا بلاحظ قارب البيانات الخاصة بفريدة في معلومات يعني هلا مش أنا بقول هي موجودة أصلا على الداتا، فلو أنا بس غيرت يعني بدون مجهود لو أنا اشتريت بس أخذت التايم نمبر يعني موجود هو في اللينك أو موجود هون أخذت التايم نمبر غيرت التايم نمبر بس لو جيت أظهر معينة يعني حتى أنا ممكن ثواني أعمل أظهر معينة في المقالة نفسها عشان يظهر اسم الفريدة يعني يعني شايف المقالة كيف طلعت عندي هلا يعني الشكل يعني صراحة ممكن تحكي حتى مع مادة ويكي داتا والبوابة طلعت ومنها الثري والقالب طلع واليمين كاملين راح تطلع بوابة بوابة طبعا نحن فيما بعد بتيجي بوتات بتضيف بتسحب المراجع يعني الويكيبيديا مثلا المقالة موجودة في الفرنسية بتسحب المراجع من الويكيبيديا الفرنسية وبتضيفها من هيك المقالة بتسحب ثلاث مراجع فقط البوتات. السؤال الثاني ضبط السيد الاستماعي مبيعات شو؟ ضبط الاستناد هي عبارة عن الـ external link يعني هي عبارة اللي هي شو بسموها انه في مواقع عالمية معرفات عالمية مواقع عالمية. أعطيك مثال هذا معرف المكتبة الفرنسية لو تضغط عليه تلقى الصفحة متاع الكاتبة في المكتبة الفرنسية. ولكن لا يضيف هذه المعلومات. هذه موجودة في ويكي بيانات. يعني هي وأنا دخلت على ويكي بيانات أنت لو نزلت في الأسفل راح تلاقي هون المليون راح تلاقي الايدنتيفاير. يعني صراحة حاليا البوتات في ويكي بيانات هي بتضيف كل الايدنتيفاير زي الوحدة. وانا اشتغلت انا مثلا على اضافة معرفات للكتاب العرب على ويكي الكتاب العرب خاصة في ويكي الماستر معناها مجهود اكثر في سلايد اللي هو بيتكلم فما مكتبات عربية عندها معرف والمغرب منهم معناها سهلة نعطيك لا ما مش ولا واحدة فيك خلينا نكمل اوكي تمام تمام خلينا نكمل هلا في عنا الويكي داتا جيم اوكي هذه لعبة بسيطة تجي تضيف بها المعلومات في ويكي بيانات وانت
بالجوال بتاعك. يعني ساعات عندي رابط مباشر 5 دقائق 10 دقائق نجي نضيف 20 30 منه هي عباره عن جيم وبنفس الوقت انه اللطيف فيها انه هي جيم وعندك خبير جيم ثاني لما تستعملها انت هيك يعني بتزيد على التعديلات باي ديفولت وبنفس الوقت بتساعد بتراعي المقالات اللي ما بتشيلها طبعا لازم مش تشتغل على المحتوى العربي نفس المشكلة يعني لازم تركز على المحتوى العربي شنو رأيكم مثال في عديد الألعاب تختار جنس الشخص الجنسية تختار مكان الولادة من النص تقرأ النص تفهم اللي هو ذكر ولا أنثى ولا الجنسية وتضيف المعلومة وهو البوت يعطيك مقترحات وسريعة ياسر بالجوال تحطوا الرابط مباشر معناها بالخصوصية بكل كل هيدا ياسر اوكي هذه نعم ويكي ديتا جان انا عامل ساين ان يعني هو بالبدايه بيقول لي انت عامل ساين ان بيكون كده في عباره ساين ان انا عامل ساين ان بسمع على حسابي ظاهر في الاعلى لانه لازم يكون ساين ان احسن ما تكون من عن طريق الاي بي مثلا لما بروح هيك مثلا ويكي داتا شوف اللغه هلا ثواني مثلا تشيك الفيرجن 2 هاي بتعطي فيرجن جديده هاي فيرجن جديده هلا بدايه انا بدي انا ما بعرفش استعمل في فيرجن 2 فاللغه عندي باي ديفولت يور لانجوجز ظاهر انه انا لانجوج انا بدي اختار اي ار سي مش بدي احط دو بروجرام من بانك ساعات لا انجلش انت ولا خاطر تو مثلا هذا شخص ام لا ما كملش ما كملش حسيت تمام نرجع على حاليا فيرجن 2 لقيت اللغه المفروض اللغه حاليا نضرب عليها او تظهر عربي اللغه خلاص مثلا بزرار فورمير عم يعطيك هاي البوت يبحث على مقالات في ويكي في ويكيبيديا العربية عندها صفحة في ويكي بيانات وما عندهاش مكان يعني شاف عجبني ممثل تلفزيوني من تايوان شو اي دونت فرانسيس المعلومات مش كاملة لما تجيب لما تضغط على اي دونت نو بيبعث بيظهر لنا شخص ثاني ممكن بس لما تضغط على اي دونت بتعتبر انه المعلومه خطا خلاص يعني فبستثنيها بالكامل هلا بقول لي مثلا المشكله هون الناس بتجيب مقالات ناس تمام هون وشاكا هذه لانه في شخص اشتغل ياباني اشتغل في الويكيبيديا العربيه فقط اشخاص هي راندوم بس لما يكون المشكله انه حدا ضاف كم كبير عن شخصيات فما فيش لها اصلا بيانات على ويكي داتا فبصير راندوم بس كم لو بتلف نفس الراندوم مقالات عن اللغه صرت تدافع عنك بما انك كتبتي العربي خصك شيء حاجه اللي عندها علاقه باللغه العربيه هو لها علاقه بالويكيبيديا العربيه بس هذا يعني شخص ياباني اشتغل ياباني كتب في ويكيبيديا العربيه زاد زاد قبل زاد ويكيبيديا تكون في قراءة على حسب الموضوع إذا جرب أنا بيو مو يعني غير بون ويا مثلا ناس كتير تجي ممكن تكون ناس أو القاسم إبراهيم افتح صفحة في هذا خيار هو أعطاني النسخة اللي مدمدها يعني اختار نسخة محددة يعني النسخة اللي مدمدها وفى سنة بالمهاجر طبعاً ثواني يعني 18 رمضان يعني المشكلة هوني للشخص اللي كتب المقالة كتبها بالهجر لذلك كان صعيب حول التاريخ اللي كنا نستعمل الحول الهجري الى ميلادي بس للعلم انه ممكن تكون في هذه المشكله هون بس من هيك بدث يعني بدنا نعمل كالكوليشن انه شو ممكن اي دونت نو عسكري ممكن في المقال يكون بالعربي
توفى في 19 اكتوبر 1973 يعني هو الموت طرق المعلومه في الويكيبيديا العربيه في قالب معلومات وقتها حالي قال لك نعم ام لا فانا اخترت فلو رحت على ويكي داتا مثلا على المساهمات الحاليه ويكي بيانات هي مثلا افتح على المساهمات تبقى المساهمه موجوده للبشر ما تنساش لو اضفنا المعلومه الويكيبيديا العربيه وكذلك اليابانيه بعدين لو في مقاله المقاله الويكيبيديا العربيه موجوده في المصريه في المصريه فما ان حضرتك بدك حاليا راح يظهر في المصريه وراح يظهر في اي وقت ثاني موجود فيها شوفوا التصوير بين المشاكل على هاي هي السلبيه يعني كنا على اساس انه تكون هلا في هاي الالعاب الثانيه يعني هي مش بس يعني ممكن شخص مهتم بالتواريخ البولي شخص مهتم بالديت وديت شخص مهتم بامور ثانيه يعني موضوع نرجع واسع واسع الانكوبيشن نرجع للمحتوى العربي لانه اللعبه الثانيه اللي هي الصور عندك شخصيات مثلا مغربيه وما عندهاش صوره في ويكيبيديا عربية لكن عندها صوره على كومنتس هي اللعبه هذه تعطيك مقترح تعطيك مقترحات تقول لك هل هذا هو شخص صوره هذا شخص ام لا لا عادي في رابط البرع مع في سلايد برع وين؟ بعد الأسفل هذه الأسفل بعدين بعد هذا شوف الرابط هذه اللعبة الثانية موجودين الرابط كله في البرزنتيشن على صفحة الميل لهنا تختار البلد معناها تختار بلدك ويعطيك مقترحات وانت تقول نعم ام لا وفي امكانيات اخرى مثلا الصوره هي صور صورة القبر نتاعه ولا صورة التوقيع نتاعه فيه معنى خصوصية تضيف المعلومات في اضف كصوره او اخفي الصوره يعني انه خطا اصلا الصوره
او طلب اختصاص الصوره اللي هي مثلا زي صوره مصطفى صوره جماعيه هي عباره عن صوره جماعيه بس احنا بدنا نختص مصطفى فقط هلا مثلا بدايه مثلا زي يوسف المغربي مش بس يعني صوره خطا خطا مباشره خلص الصوره مش اللي هي مصور الصوره جماعيه بلوك يعني هذيك تبعت طلب من كومنتس يصلحوا الخطا بعدين هم راح يصلحوا لكن مثلا اللي هو بنسيون اضف كصوره لحاله هذه كاش وعيم اضف كاش تمام هي تمت البرايم منستر ثلاث مرات هي مضافه اصلا يعني مره كمان ثلاث مرات في اشخاص صراحه اللي بيهتم بزيد عدد التعديلات زي تمام بيحذفهم وحده 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 ما بزيد عدد التعديلات يعني بس هو منطقي يعني انه لا يعني في بوت راح يجي بما انه في الاربعه نفس الديتايل موجود مره واحده راح يستنى ثلاثه ويخلي واحده راح يحرك يحذفها فحين كانت الفكره انه الشخص ما يضيعش وقته بحذف البيانات اللي بتعرض لها زي هيك لانه راح يجي بوتات قليله راح تحذفها 99% من التعديلات على ويكي بيانات بالبوتات معناها ما ضيعش وقت هذه في المثال حتى ايش هو انا نوت انوف بيكتشر كان باك انا ما صور في هذه المعرفات هاي هاي النقطه اللي هي معرفات اللي سالت عنها الفكره انه صار بينا وعن مع المستخدمين معلمين انه يبحثوا عن الارقام رموز المعالجات هلا انا شخصيا كعلاء مثلا بغض النظر يعني بعرف ولا بعرفش ببحثش عنها في بوتات بتدخل لحالها بتبحث وبتطلع وبتضيف لما تدخل انت في الموقع اللي هو مثلا في اي اف تدخل سيرش كثير ممكن انك تجرب النيم بالعربي مثلا ممكن بالانجليزي ممكن تجرب الفرنسي تجرب تعكس الكلمات بيظهر لك وبيعطيك يعني التايم والرقم والنمبر هي البي اي اف اي دي وعمرك الاي سي ان اي ممكن تاخذ الاي دي وتضيفه على ويكي داتا يعني مثلا لو تبحث عن كتاب شخص في المكتبه المغربيه تدخل بالبي اي اف اللي هو معرف المكتبات الدولي وبعد ما تدخل معرف المكتبه الدولي تختار المكتبه المغربيه تشوف لو فيه بالمكان تاعك بالضبط بالترتيب اللي موجود في المكتبه المغربيه هذا المثال يقول لك مثلا انه موجود في المكتبه اللبنانيه في بيروت اللبنانيه في السويديه وحتى لدرجه بيقول لك انه موجود في ويكي داتا يعني حتى اظهر لك انه في ويكي داتا فيه يعني انه صار حاليا ويكي داتا اي دي يعني صار معتمد عالميا باكثر من مواقع يعني حتى الناس اللي هي اللي ممكن نحكي مش بالسي في الناس اللي هي مشهوره اصلا يعني بتفتخر يعني مثلا بما انه انا بقول بحكي عن فندي مثلا بي اي اف اي دي وبحكي برضه عن فندي ويكي داتا اي دي يعني لانه اي دي بيكون يونيك للشخص هلا هاي النقطه انا بحكي انه تمام ممكن الشخص يكون لطيف انه بيعرف يعملها بس مش مهم يعني صراحه انه عمال انه في بوتات صارت هي تعملها وتخلص الموضوع هلا براكتيكال اكزامبل بتتجاوز عنه هذا نفس الشيء المعرفات هذا نفس المعرفات الافلام اللي هو الاي دي اللي عندك الانترنت برايمري سورس اي بي دي في تفضيلات ممتازه على ويكي بيانات لو تشتغلوا على ويكي بيانات اول حاجه تمشي التفضيلات تختار كل شيء الموجود في القائمه تختار كل شيء وبعد تنقص فيهم لانه شيء رهيب معناه التفضيلات الجنس يعني رهيب جدا يعني الادوات في اللي هي اداه البرايم سورسز شو برايم هيك مثال افسح هذه مثلا شيء الفكره كون تتجول في ويكي بيانات في صفحه معينه يقول لك فيه امكانيه موجود هذا الواحد هذا المصدر هل هو مصدر جيد لكلمه مثلا بلد الجنسيه اللي في بوركينا مثلا هي بلد جنسيه هو بيظهر لك باللون الازرق هاي معلومات مش مضافه على ويكي بيانات هو بيقترح عليه انه هل انت شايف هاي الريفرنسز يو ار ال جيدة انه ابروف يعني ريفرنس انه نضيفها كجنسية خاصة فينا انه اللطيف انه برضه يعني ليش احنا صرنا نضيف الريفرنس على ويكي داتا برضه؟ انه صار الريفرنس يظهر في المقالات كان اللي هو مجرد مثلا وجود الريفرنس للجنسية الحلب والقيمة على ويكي داتا سمح لكل اللغات انه انا مباشرة خلص بضيف انه هو تونسي مع المصدر لانه عارفين يعني وبالتالي لو حدا انه الناس بتحكي اهم شيء المعلومة بتكون موجود معها مصدر فبالتالي صار المصدر موجود سهل انه كل اللغات تضيف مصدر عن جنسيه الحليب والقيمه عن طريق امتيازات يعني مش شرط اذا ما ضيعتش وقتك تحول المصدر فما ربوط دار الانترنت وقا مصدر وجاب لك مصدر قال لك ابروف اور نوت وبنفس الوقت ممكن انت تضيف الاوبن سورس يعني تختار الريفرنس يو ار ال وتضيف انت السورس من عندك يعني هذه الطريقه اليدويه اكيد نشتغلوا كما الكتاب العرب والمسلمين عموما في المشكله هذه لانه في كتاب ما عندهم صفحه على ويكي يعني لازم تنشا صفحه وزي ما حكينا لما تضيف ويكي داتا بس صفحه ويكي داتا بتلاقي انه
جامعة ويكيبيديا وجامعة كل المشاريع، وأي مشاريع مش موجودة بتلاقيها بالأذر سايز، مش راح تلاقي تقريبا اللي هي ليميكا ويكي ليميكا ويكي، مش حاطينها لأنه مش دائما بيكون لكل المقالات في صفحات فيها. بس اضغط على الأذر سايز واخترت ميتا ويكي ميديا ويكي، أي موقع ثاني مرتبط في ويكيبيديا راح تضيفه. هلا المضيف زي ما قال حلمي، احنا هاي المقالة اللي هي عن عبد القاهر الجرجاني، المقالات موجودة في ويكيبيديا، احنا بنضيف اللينك طبعا الخاص بويكي سورس برضه للمؤلف عبد القادر الجرجاني، مجرد اضافتها على البيانات هون راح تظهر على ويكيبيديا تقريبا قالب مشابه. ويكي المصدر على عندنا ويكي بيانات ويكي المصدر تدرج المعلومات. تمام، هي هون النقطة اللي بحكي عنها، هذه معلومات من ويكي المصدر. يعني حتى استفدنا من معلومات ويكي بيانات اللي هي مش فقط في ويكيبيديا، خليناها تظهر في ويكي مصدر برضه، تاريخ الميلاد تاريخ الوفاة، ممكن نستعملها برضه ويكي كتب وبأي ويكي اختباس برضه بيكون في معلومات عن الشخص. كيفاش تتصلوا بنا؟ فيها صفحة نقاش على ويكي بيانات بالعربية موجودة، عندنا مجموعة في مجموعة عرب تشتغل على ويكيبيديا، ويكي بيانات. المهم لو في أسئلة أو شيء من هذا القبيل ممكن تروح للصفحة هذه. إنه للأسف نواجه نقطة إنه في ناس بتوجه للبروجكت تشات بأي لغة بالإنجلش مثلا، بيعتبروا إنه فالإنجلش بدون فبيعرفوا شو بحث يعني اللغة العربية، يكون فإحنا بتوجه على التشات بالعربي. مور تولز ممكن تكون موجودة على النقطة هاي كثير. بس في أيضا يجي ترجمات، بس في شيء مهم في اللغة العربية كملنا ترجمنا المحتوى وعيه كيفاش تغير اللغة في ويكي بيانات، معنا كل شيء يولي بال كل شيء. وفي عندنا برضه احنا على ويكي العربية اللي هو القالب هذا موجود باللغة الإنجليزية برضه، انه هي المستخدمين في ويكيبيديا العربية قادرين انهم يساعدوك، يعني لو احتجت المساعدة في ويكي بيانات انه ممكن تصلهم هم سعيدين انهم يساعدوا في الموضوع هذا. طبعا هاي كانت من الافكار اللي عملناها عشان الناس كانت تعوي ويكي بيانات واحنا مش عارفين مين بدنا نسال، خصوصا لو سالت اجانب ممكن ما تعرفش تاخذ وتعطي معهم في الكلام، فهذول المستخدمين العربي اللي لا احنا يعني بدهم يساعدوا يعني. طبعا احنا عملنا قائمة انه الشخص اذا هو بحب يساعد الناس فبضيف اسمه، يعني هو مش هاب ضيف اسمه مش اسمه. ديفيد هو ديفيد عادي. طبعا كان عندنا اللي هو كمان انجلش هون باندي اضاف اسمه حطان اللي هو بيكسون. شو هو اكثر؟ دائما ويكي بيانات كل شيء بالعربي، معنا يظهر الجنسيه كذا، معنا تغير اللغه. غير اللغه اصلا يعني بدل ما كنا فاتحين عن مقاله بنسي هون لا لا مش خذ مقاله عشوائيه راندوم راندوم على ويكي بالعربي. ان شاء الله تجي مقاله بوتيه. هذا بس شو مقاله بوتيه غالبا هذه اللي حكيت عنها انا امبارح في ورشه لما تكلمنا عن الستيت اوف ويكيبيديا بروجكت، انه تم اضافه 20,000 مقاله عن الفرع المغربيه بشكل بوتي، هي كانت بدايتها. وبعدين قلت لي هيك دخل عليها المقالات، هي انتم اي نعم انا هي المقال بالكامل مع النص الكامل الموجود حاليا قدامكم بشكل كامل مع السورس مع كل شيء من غير اي تدخل بشري، يعني كان فقط عن طريق بوتات من شهر المقال بالكامل. ما المشكله؟ لا المشكله لا ما هي كانت بس اللي كل البيانات اللي تظهر بالعربي لانه ترجمنا البلاتفورم كله. هلا مو البلاتفورم ترجم بس انا لاني انا في طار ولكن يقول شيء هو اللي يجي اوتوماتيكي في البدايه معلومات عند اي شيء وجربوا عنده تشغيل البوت اضفنا انا مختار البلاتفورم تبعتي انجلش عشان هيك لا بوت توريهم معناها توريهم بالعربي موجود كله مترجم معنا لغة إنجليش في الأحمر وبعد الريفرنس؟ لا كامل بالعربي بشكل كامل. مين؟ حتى إضافة المنطقة الزمنية لوحده كان رهيب يعني. بس تغير المنطقة الزمنية. لازم نصرفه. لو رحتكم انا بشكل آلي زدت 20,000 تعديل في 5 ساعات. كانت بداية يعني انه اتعلم على ويكي داتا وكيف الانجليزي يعني. وبرنامج اوتي لا في ويكي داتا مو غير يعني في ويكي داتا الدنيا غير مش في ادوات ثانية يعني.
حابب اكسبورتي الاكسبورت عن طريق الكويري. هلا حاليا مثلا في نقطة اللي هي مثلا 20 صفحات خزون مثلا تنسى بزاف اديتي بزاف ديال ليزون. هو في هو كثير فلازم تجمع، فعندي هاي الصفحة في الكتابة العربية صفحات مهمة في مجمع هذه الصفحات اللي يعني فيها كل الامور. في صار بالكي داتا يوري حاليا وخلصنا بس الخزون من شيء. فيها أسئلة بالضبط عندكم مشكلة تقنية ولا حاجة في ويكي بيانات ولا عندكم هذا مجال يعني كيشو. مثلا انه كتكون مثلا في الليست فيها بزاف ديال ليمون كتكسبورتي هذا كتكسبورتي هذا فورم باغ اكزومبل فيشي اكسل ولا سي بي اس كدير تعطيك الضغط كيعطيك دي زيرو. وهذا هذا مثال على كويرت هو فيه الشات هذيك الحلو فيه الشات هذيك في الدردشه في الويكي بيانات ممكن تعطيهم مشكله في مجموعه كامله تشتغل على تعطيهم انت الرابط وهما مباشره يشوفوا الحل يسمحوا لك فيه لو فيه مشكله تقنيه في الكاتسكان ولا حاجه هكا مجموعة أي واحدة من الأدوات يعني لو فيها مشكلة تقنية استنى عليها فترة بتحاول ترجع تكون صفحة كراش من طول الاستعمال لأنه هي أدوات مثلا عليها ضغط عليها ضغط يعني مثلا بتسكان آخر فترة كثير صار لها كراش. هلا الحلو في الكوري اللي هم صاروا يعملوا افرض الشخص ما بيقدرش يتعامل مع اللي هي لغة اس كيو ال أو اللي هو يكتب أصلا يعني فعملوها بوجه تفاعلية يعني أنت تقدر المرشح إنه أنا بدي الشخص مثلا الأوكيوبيشن مثلا مهنة طب طبيب مثلا انا بدي شخص يكون عنده حالة من مهنة اظهار انه لا مش حالة من احنا بدنا مهنة اصلا هون تكون يعني حالة من شخص شوي ايوه تمام يعني حالة من يوما عشان نحدد الجنسية المغربية انسان اظهار انه يكون ثواني بس مكان الميلاد لا بدنا نغير الشيء عشان ما يعطيناش كتاب الضخم طبيب الجنسية المغربية ونظر بمكان الولادة في خارج ليميتد 200 يعني ماشي مشكل ما يعطيكش خصم لا إظهار مكان الولادة مكان الخارج باش تزيد مرشح ثاني اللي هو المهنة الطبيب المهنة الطبيب والجنسية الجنسية المغربية لا هي الفكرة إنه لا يعني مش لا هو الماب اصلا مش
مش فعالة أصلاً. لكن عادية ممكن تشتغل طبعاً. طبعاً شايف بس هو يعني يحكي لك كفاية إنه أظهر لك إياها بجدوى، يعني أنت ممكن بهي الطريقة تسهل عليك كثير استخراج البيانات، لأن هي بديلة ممكن بديلة نوعاً ما لتسكان يعني. بحال تسكان صارش ببلاش ممكن تساعد. عشان تخرج من المدينة بدك تسترجع اللوكاليزيشن تبع المدينة مش بس. مش عم جدير على اللوكاليزيشن تبع المدينة. يعني يكون المرشح نفسه على المدينة؟ لا هو مش خرج لك ما لازم تكون الاحداثيات الجي بي اس موجودة في الصفحة بتاعتها. فممكن هدول كلهم ما فيش منها احداثيات اصلا يعني. هو حديث لازم موجود مدينة من غير احداثيات. يعني شايف انت مثلا هاي الاسماء اللي عرب الانجليزي يعني لانه مثل واجب مختارين عربي لو دخلنا رح نلاقي فيش مقالة اصلا لا في عربي ولا في اسم عربي مضاف يعني. عشان ما فيش مقالة فرنسية بس. كيف محمد جمال بوزيد؟ دول شهر محمد جمال بوزيد بوزيد دي بوزيد دي كايالي كايالي تيير تيير هل تيير يو؟ لا تيير مجرد ان عمل سيرش اللي هو مرة تانية قلت شوي قلت له انه شوية يعني وقت فرات كاش مش كاش في أصلاً الدور بيكون عليه بس هي تعبت تطلع يعني أكيد تطلع من الدور بس هذا شكرا جزيلا عز عليك الجواز جواز قبول جواز قبول جواز قبول عندنا شيء المفروض مش عارف 14 في دينار ولا انا كنت بقول